السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم مع ديجيتال لوجيك ديزاين كومبينيشن لوجيك الشابتر الرابع في مسار تصميم منطق الحاسوب. نبدأ إن شاء الله بدايتنا في موضوع هو إيش الكومبينيشن، إيش يعني كومبينيشنال سيركت. معناتها إنه في عنا سيركت هان بتأخذ إنبوت بتطلع إيش أوتبوت حسب الانبوت، متعدد ان انبوت مش انبوت واحد، وبطلع الاوتبوت برضو قد تكون عدة منافذ، يعني يكون منفذ واحد اوتبوت 1 اوتبوت 2 3 لعند ام اوتبوت. تمام. طبعا عندنا عشان عملية تغذية راجعة فبسموها نو فيدباك، عملية الفيدباك مش متوفر في الحالة هذه فبسموها هذه في ايش الكومبينيشنال سيركت. تمام. هذه كايش المعنى الاجمالي للموضوع، يعني لما ندخل انبوت هان حيصير في عنا على الاوتبوت تغييرات. تمام. بناء على الانبوت حصير في عنا تغييرات في الاوتبوت. طبعا هاي التغييرات هذه قد تكون ايش فوريه، وقد تكون مع بعض التاخير الزمني بسموها ايش ديلي، افتر تايم ديلي يعني بيصير احيانا. بس هاي الفكره العامه للموضوع. كامثله على الموضوع هذا كيف نفهمها عشان نعمل اي يعني نفهم اي كومبينيشنال سيركت، يعني دائره دائرة الكومبينيشنال، يعني الدوائر هذه في طريقتين لفهمها. اول حاجه عندنا الاناليزز التحليل للدائره. طبعا في الحاله هذه بكون عندنا شو هو الفانكشن، يعني بدنا هو المطلوب، المطلوب ايش السيركت موجوده، هي السيركت موجوده وبدنا نفهم ايش الفانكشن او الداله اللي بتؤدي الى خروج هذا الاوتبوت لما ندخل هذا النوع من الانبوت. يعني فبنطلع ايش، بنطلع من الدائره هذه نفهمها نحللها نعملها اناليزنج عشان نطلع الفانكشن تبع ايش الدائره هذه. تمام. والسيركت هذا الفانكشن مي بي اكسبريست، يعني ممكن نعبر عن الفانكشن هذا بطريقه ايش الجبر البوليني، بولين فانكشن كداله بولينيه، او عن طريق ايش التروث تيبل طبعا. تمام. الطريقه الثانيه او الامر الثاني المتعلق في الكومبينيشن سيركت هو نعملها ديزاين، يعني احنا عندنا الفانكشن قد يكون موجود او شيء اخر غير الفانكشن زي الداله التروث تيبل عفوا او غيره، لكن احنا بدنا نطلع السيركت نعبر عن هذا الفانكشن بسيركت معينه. فما هو العكس بصير، يعني انا الداخل مش معروف بدنا نطلع منه ايش الانبوت، ايش المحتوى عفوا تبع البلاك بوكس هذا. ثم هذا يسموه على فكره بلاك بوكس، يعني عباره عن ايش، عبارة عن صندوق أسود مش عارفين إيش في قلبه، بس إحنا عارفين هو إيش لازم يعمل. فبناء على هذه الإيش اللي بيعمله هو الفانكشن تبعه بطلع إيش الدوائر أو إيش البوابة السيركتس عفوا الدوائر اللي في قلبه تكون محتوى. هذا يسموه الديزاين، نعمل ديزاين للسيركت بناء على إنه عندنا إيش الفانكشن معروف. فعندنا given a desired function، عندنا الفانكشن المطلوب ينعمل، وبن عن طريق الفانكشن المعروف المطلوب نعمله المرغوب فيه اللي يكون ناتج عن شغلنا. بناء على الفانكشن المرغوب به يتم تصميم السيركت او الدائره. فهو اللي بحدد بعمل ديترمايننج لمين للسيركت. طبعا الفانكشن مي بي اكسبريست، يعني الفانكشن تبعنا ممكن يكون معبر عنه ايش ك بولين فانكشن دائره جبر بوليني، او تكون برضه الفانكشن زي العاده بتروث تيبل. عشان نوضح الامور هذه نخش اكثر شوي في الامثله والتعليق. فمثلا عندنا البولين اكسبريشن ابروتش، عندنا طريقه استخدام البولين اكسبريشن التعبير بالجبر البوليني. عندنا مثلا دائره زي هذه، سيركت زي هذا. تمام. هذه السيركت نحللها نعمل انلايزنج بروسيجر. تمام. البروسيجر هذا ببين كيف لما نحلله بنفهم منه ايش الفانكشن. فعندنا زي ما شايفين عندنا اي بي سي اي بي سي اي بي سي، عندنا اي بي عفوا اي سي بي سي، يعني بالمفهوم انه عندنا ثلاث ايش متغيرات A و B و C، هنا المتكررات دائما، وعندنا في الاوتبوت شو ال F1 وال F2. اذا عندنا ايش الانبوت ثلاث متغيرات A B C، وعندنا في الاوتبوت F1 and F2. بدنا نطلع ايش ال F1 كيف ايش نتيجها وال F2 ايش بيطلع نتيجها. بناء على فهمنا الدوائر بنقول عندنا مثلا هذا شو عندنا الاور، عندنا ايش اور، فعندنا A and B، هاي بتخشان A and C كامرة تخشان و B and C، فبطلع A and B or يعني زائد A and C or B and C، هذا بطلع ال F2. تمام. أو وهان ال F2 بتخش بس inverted F2 F2 dash بتخش على الاند مع ال إيش A or B or C، يعني A زائد B زائد C and F2 dash. تمام. بتروح على ال or كام مرة، or اللي هي A and B and C اللي هي A ضرب B ضرب C، or ايش الناتج اللي هنا
بيطلع ال F1 تمام. نشوف كيف يا مرة في الأمر في الكتابة، هيا T1 أو الفانكشن 1 اللي هو ABC تمام، الفانكشن 2 A or B or C تمام، الفانكشن 3 اللي هي F2 اللي هو هنا تمام، الناتج البوابة الثالثة هذه المرحلة F2 بيساوي AB or EC or BC تمام. تخش هنا بنلاقي هذه F2 صارت F2 داش معكوسة، وصار بالتالي نحلها عن نظرية دومورجان. حط هذه كلها في داخل الأقواس، نعمل عليها داش، نحللها، بيطلع عندنا عمليًا الـ AB بصير A داش زائد B داش ضرب بدل الزائد، هذا مورجان طبعًا. A داش زائد D C داش شكل الأقواس ضرب بدل الزائد كمان مرة، لأنه كل الضرب اللي هنا بصير زائد زي ما احنا شايفين، والزائد بتصير إيش؟ ضرب طبعًا. وهان زائد كمان مرة بصير ضرب، افتح الأقواس والـ B صارت إيش؟ الـ B C صارت B زائد C صارت ضرب صارت جمع. وبي داش سي داش تمام. وبالتالي بيطلع لنا ناتج في التي 3 هان بناء على ذلك انه التي 3 بتساوي ايش اللي هي بتساوي التي 1 اللي هان اند ايش اف 2 داش اللي هي لو دخلناهم بعض ضربناهم حنوزع هذول هذه على الاقواس هذول حيطلع لنا الناتج. طبعا لو عملناها على ورقه خارجيه كهوم وورك تطلع اي بي داش سي داش زائد اي داش بي سي داش زائد اي داش بي داش سي هكذا. اذا صار عندنا الـ F1 بتساوي ايش؟ اللي هو الـ T3 or A and B and C. جمعناهم مع بعض على الورقة الخارجية بيطلع عندنا ناتج F1 بتساوي AB داش C داش زائد A داش B C داش زائد A داش B داش C زائد ABC. طبعا هاي الـ ABC اللي هي هنا جاية من الآن ABC مش موجودة هنا أصلا لأنه عندنا هان or صارت عندنا زائد تمام. هذه يعني عمليا حنلاقيها هذه اللي هي هنا سوري اللي هي الاي بي سي هذه هي من وين جايه؟ جايه من هنا تمام، اللي هو هذا الخط تمام، هذا هو اي بي سي. هي بس الاضافه الوحيده جايه على الترم اللي هو كان تي 3 مثلا. والاف 2 حكينا عنها من اول بتساوي اي بي اور اي سي اور بي سي اللي هي هنا اللي هي كانت هنا كاف 2 تمام. هيك حللنا الدائرة طلع منها ايش الدالة تبعتها عن طريق الجبر البوليني البولين فانكشن تبعها. هيك التحليل تبع ايش تبع الدائرة. الانالايز كيف بعدين كمان فيها آلية اخرى اللي هي ايش التروث تيبل. نقول نحن يا اما بولين فانكشن يا اما تروث تيبل. نفس الدالة حنحط نعوض هان 0 0 0 على الاي بي والسي ونشوف كيف بيطلع النتائج. هان نقول ان اي اند بي اند سي كذا كذا اور اف 1 طبعا حيطلع عندنا في الحاله هذه F1 بتساوي 1 في حاله في حاله انه يطلع عندنا اي جهه من الجهتين هذولا بتساوي ايش؟ وحدات. يعني في حاله انه عندنا A B و C تحت 1 1 1 حيطلع ال F1 عندنا 1 زي الله 1. الباقي حيطلع وحدات فقط في حاله انه ايش؟ انه يطلع عندنا ناتج اللي هو المخرج هذا يدينا 1 فقط. متى حيدينا المخرج هذا 1؟ نشوف هي عبينا هان كله اصفار حيطلع ال F1 ايش؟ عندنا هان كله ايش الناتج هان صفر 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 بس الانفيرجن هان حيدي صفر بس عفوا حيدينا من صفر حيدي واحد تمام حتصير صفر حتصير واحد حيطلع بس لانه اند عندنا صفر اند واحد حيطلع الجواب صفر وبالتالي يطلع الجواب دائما هان عندنا صفر في الحالتين الاف 1 والاف 2. لما صار عندنا هان الناتج هو صفر صفر واحد جربنا وصفر صفر واحد كذا كذا حنلاقي عندنا انه في الحاله هذه في عندنا برضه هان ما دام مش داخل عندنا في الاند هذه مع الواحد صفر مع الواحد صفر حيكون نرجع لنا هان ايش برضه صفر صفر وبالتالي حيطلع لنا اصفار 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 الا في حاله واحده انه في عندنا هان اور اللي هو الاور هذا اجى فينا خش يصير واحد واحد وهان صار عندنا صفر صار عمل انفيرجن صار هان واحد وبالتالي صار عندنا واحد او صفر بيطلع الجواب في الاف 1 بتساوي واحد. هي حاله واحده. لكن الاف 2 بما انه كله اصفار حيطلع يسوي عندنا هان اند حضر الاف 2 حضر له ماخذ ايش قيمه الصفر. نيجي على اللي بعديه اللي هو 0 1 0 طبعا لو عبينا في التيبل 0 0 0 1 0 0 يعني بنعد 0 1 2 3 بس ايش بنضل عد الثنائي تمام يعني تبع الترتيب هنا حنلاقي الناتج عندنا ايش 0 1 0 0 عوضنا عنهم هنا حيطلع عندنا الناتج هان 0 او 1 بسبب انه عندنا هان في الاور دائما حيدينا دائما ايش اي حد بخش 1 حيدينا 1 حيطلع عندنا الان فيها 1 هان والانفيرتد هان حيطلع طالما عندنا هان 0 في الانفيرجن حيطلع عندنا 1 فيطلع الناتج عندنا واحد وفي الاور على الاف 1 حيدينا دائما واحد في دائما واحد طالما انه في على المدخل تبعه اي انبوت فيهم ايش بيساوي قيمه واحد تمام. نيجي على اللي بعديها حنلاقي انه
ايش حنلاقي عندنا انه صار الجواب عندنا 0 1 2 هاي 3 اللي هو 0 1 1. طبعا الناتج حنحكوا كم مره 0 هان 0 وهان عندنا 1 0 0 0. طبعا في الناتج بنرجع لنا 1 هان دخلناه على الواحد هان صار الناتج عندنا في الحاله هذه 1 و1 اور فيطلع لنا هان صار الجواب الاور 1 بتاعي انفيرجن 0 صار اي 0 اند 1 فيطلع جواب 0 0 و0 حيطلع جواب هان 0 صار اف 1 بتساوي 0 والاف 2 في الحاله هذه صارت تاخذ ايش الواحد لانه عندنا هان على الاقل دخل عندنا قيمه واحد مره واحده على الاور تمام. كملنا الفانكشن نفس القصه حيعوض بصير نفس القيمه اللي عند الاربعه حيطلع الناتج عندنا طبعا هنا 0 هنا عندنا 1 هنا عندنا 0 0 0 الاور حيطلع لنا 0 انفيت حيطلع عندنا هان 1 لكن هنا حيطلع عندنا كمان 1 1 او 1 او 1 حيطلع الجواب عندنا هان 1 1 اور 0 حيطلع الجواب على الاف 1 بتساوي 1 زي ما هو متوقع ولكن الاف 2 رجعت كمان مره بتساوي 0 لانه عندنا هان كله انت 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 تمام. كملنا على الموضوع عوضنا بالرقم 5 اللي هو ايش 1 0 1 حيطلع طبعا هنا 0 حيطلع عندنا يعني الجواب الثاني 1 لانه في عندنا 2 1 مع المدخل حيطلع عندنا هان صار مدخل بان هان 1 في الحاله هذه 0 لكن هان ايش حيطلع هان 1 تمام 1 حيطلع لنا الجواب هان 1 لكن انفيرتد حيصير هان ايش صفر تمام. من نفس الفيل صفر حيطلع واحد او صفر حيطلع الجواب عندنا هان صفر وبالتالي صفر او صفر حيطلع الجواب عندنا هان صفر طبعا زي العاده تمام 100% حيطلع الجواب هان صفر. شايفين كيف وهنا الجواب طلع عندنا الاف 2 زي ما متوقع فينا اي واحد دخل واحد على الاور حيطلع واحد. اوكي كملنا على بعديها على رقم 6 حنلاقي عندنا الناتج حيطلع برضه زي ما توقعنا هان صفر صفر وطلع الجواب صفر واحد وكمان مره بيطلع عندنا الجواب ايش في الحاله هذه كل وحدات حيطلع عندنا هنا واحد حيطلع هنا هنا واحد كل واحد بس حيطلع في الاخر عندنا هذا الجواب شو هو اور صفر مظبوط لانه عندنا دخل الان عندنا ايش صفر فلانه انفيرجن حيطلع صفر صفر وواحد حيطلع الجواب عندنا شو هان ايش حيطلع الجواب عندنا هان ايش صفر لانه اند لكن هان داخل عندنا من الجهه هذه شو هو واحد حيطلع الجواب الاف 1 بتساوي واحد والاف 2 حيطلع بتساوي واحد بالتالي هان في عندنا ايش حيطلع بناء على تروث تيبل حيطلع الجواب عندنا واحدين والمره الوحيده حيطلع فيها واحدين تمام. هيك عن طريق تروث تيبل قدرنا نعمل ايش نحدد ايش الديترمايننج للعمل تبع الفانكشن تبع السيركت هذه باستخدام التروث تيبل تبعتنا. هي التروث تيبل بتلزم برضه في ايش في نبسط الداله لو كان عندنا تروث تيبل موجوده واعطيك كارنو او غير كارنو او بين الجبرة ونحد ونبسط الداله ونقدر نعبر عنها ايش باكسبريشن ابسط عشان نوفر في عدد البوابات عدد الانبوتس والاوتبوت ايش فاريبلز. هيها عوضناها بالوحدات على الاف 1 مثلا اخذنا الاف 1 كمثال هاي الاف 1 هاي الداله تبعته عوضنا عنه حنلاقي متى بيطلع عندنا الواحد؟ الواحد بيطلع عندنا عند في المربع رقم 1 والمربع رقم ايش 2 فعوضنا هذا المربع رقم 1 والمربع رقم 2 وعوضنا هذا رقم ايش رقم 4 اللي هو هنا والمربع رقم ايش 7 لانه عندنا 0 1 3 2 4 5 6 7 هان تمام. هنلاقي طبعا هذا فيش واحدين متجاورين وبالتالي هذه الداله هذا الفانكشن لا يمكن تبسيطه وبالتالي هذا السيركت غير قابل للتبسيط بسبب انه فيش ولا اثنين من تيرمز متجاورين وبالتالي عمليه التبسيط غير ممكن. هيك كده فهمنا كيف حللنا البروسيجر وكيف استنتجنا منه الحل تبع ايش؟ ايش عمل عن طريق ايش عمل الدائره عن طريق تروث تيبل انبوت اللي هو عندنا انبوت هان وعندنا هان ايش؟ الاوتبوت تمام. الان نيجي على الاف 2 حنلاقيه ايش في عنده لما عوضنا حنلاقي عندنا 0 1 2 3 او 0 1 2 3 عفوا 0 1 2 و 3 هنا فهي الثلاثه هنا مظبوط وعندنا عندي اثنين عندي اللي هو السبعه والخمسه والسته في عندنا هان ايش وحدات طبعا في عندنا تجاور في تجاور فبالتالي التبسيط اصبح ممكن وبالتالي اصبحت الاف 2 بتساوي A and B زائد A and C زائد B and C يعني هذه الإمكانية التبسيط أصبحت إيش هنا واردة باستخدام البناء الجبري وإن كان A and B and A and C هو أصلاً إيش الموجود أصلاً في الدالة يعني عملياً تمام يعني هو هذا الفانكشن 2 هو هذا تمام بس لو عملنا تبسيط ممكن يكون في تبسيط على أي حال. فهان ديزاين بروسيجر هيك حكينا في الاول كله عن ايش عن الاناليزز بروسيجر كيف نحلل الدائره. طب نعمل ديزاين كيف عندنا البروبلم ستيتمنت عندنا مشكله بدنا نحلها بدنا نطلع يعني البروبلم ستيتمنت عندنا مطلوب نطلع اوتبوت معين من انبوت معين فبنعمل ديترماين
احدد طبعا ديترمين الانبوت النمبر عدد الانبوتس عشان اقول ايش عدد الاوتبوتس اللي عندنا، تمام. وبعدين نشتق من هذا المتغيرات الانبوتس والاوتبوتس عددهم، نعمل درايفنج اشتقاق او نستنتج منهم ايش تروث تيبل تبعتنا، تمام. نطلع ايش منهم التروث تيبل، تمام. بعدين بس طلعت التروث تيبل نعوض في الايش في كارنو ونعمل سمبليفاينج للايش للبولين اكسبريشن فور ايتش تيبل. طبعا التبسيط يا اما باستخدام كارنو او اي قواعد الجبر البوليني المعروفه للتبسيط، تمام. فبعدين بروديوس ذا سيركت ريكوايرد سيركت، بعدين بنعمل ايش انتاج لايش او بنرسم الدائره المطلوبه انها بروديوسنج او بننتجها. وبالتالي هان فهمنا كيف عملت عليه الديزاين تصميم ايش الدوائر ايش الدوائر اللي في البلاك بوكس اللي بتطلع نوع معين من الاوتبوت بناء على الانبوت المدخل اللي عندنا. فهمنا كيف نصمم الدوائر في ايش في الكومبينيشنال سيركتس الدوائر المتكامله في الديجيتال سيركتس الدوائر الرقميه، تمام. الاكزامبل على الموضوع عندنا مثلا ديزاين السيركت تو كونفرت بي سي دي كود تو اكسبريس فري كود، تمام. يعني بنحول دائره بتحول البي سي دي كود الى ايش الى الاكسس ايش 3 كود، تمام. كيف الامر بيصير عندنا البي سي دي عفوا بتكون من 4 بتس، وبتكون من وين طبعا زي ما عارفين من 0 ل 9 لانه 10 و11 و12 عند 16 في الاكس ديسيمال هي ارقام غير معرفه في البي سي دي كود، تمام. لانه البي سي دي كود بياخذ 4 بتس وبعد 0 0 0 بعدين 1 0 0 0 بعدين 0 1 كذا كذا لحد ما يصل لعند رقم 9 وبعدين بوقف. وخدناه في الشابتر الاول ايش يعني سي بي سي دي كود وكيف التشفير تبعه بيشتغل وما الى ذلك، مظبوط. والاكس 3 هو نحن بتزود 3 يعني ايش 1 1 على البي سي دي كود، فبنعمل الاكسسنج مقدار 3 فبصير هو ايش عندنا محول بي سي دي كود الى اكس 3 كود، تمام. هي 4 بيتس تبعت لنا البي سي دي زائد ايش الفاليو زائد 3 بنزود عليه ايش 3. فبدنا ها نفهم كيف نعمل ديزاين للدائره هذه اللي بتقوم بالعمل هذا. هي شفتوا كيف بدنا ديزاين للدائره التي تقوم بهذا العمل. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا البي سي دي توكسس كونفرتر عندنا ها الاي بي سي دي عندنا 4 بيتس فعندنا المدخلات 4 بت اي بي سي دي، مظبوط. والمخرجات بيكون ايش في الـ في الـ في الـ في مثلا في الـ في البي سي دي كود هي 0 0 1 1. ليش 0 0 1 1؟ هذا هو الاوتبوت تبعنا. جمعنا مع مين؟ جمعنا مع الانبوت 3. ايش الثلاثه في ايش الثلاثه في 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 الديجيتال في الباينري بتساوي ايش 1 1. لما يكون عندنا 4 بت بتصير 1 1 0 0. فلو جمعنا 0 0 جمعنا 0 جمعنا 0 0 0 4 اصفار وجمعنا معهم 3 هي 1 1 0 0، تمام. حيطلع الجواب شو هو 1 1 0 0 واللي هو هذا الناتج بالضبط اللي حطيناه في اول مربع، تمام. لو جربنا الموضوع كمان مره 0 0 0 0 0 1 حطيناه هنا وجمعناها مع 3 اللي هي 1 1 0 0 حيطلع لنا رجعنا 0 0 1 0. هاي الاوتبوت. اذا وكرر العمليه مع كل بي سي دي كود من هدول الموجودين في خانه الانبوت اللي هنا كل انبوت هذا جمعنا مع كل واحد 3 حيطلع الناتج عندنا ايش المقابل انه هذا المقابل بالاحمر هذا، تمام. هذه هي تبعت كيف فكره الانبوت والاوتبوت. فبالانبوت الانبوت والاوتبوت هذا بدنا نحدد كيف الفانكشن. كيف نحدد الفانكشنز هذه؟ بيجي بنعمل شو بنعمل عمليه ناخذ كل اوتبوت لحاله، فبناخذ مثلا الدبليو كمخرج لحاله الدبليو، تمام؟ فبنلاقي عندنا مثلا عشان لا نتخلص شويه من المواضيع الخرابيش عشان نوضح التيبل بس فقط يعني. اوكي. اوكي. فنيجي هنا بنلاقي عندنا الدبليو مثلا جاي عندنا ماخذ ايش؟ هنلاقي له عبينا التيبل كاملة. هنلاقي هان اصفار اصلا هذول فاضيين بس فيهم اصفار لعندي يعني 0 و1 و3 و2 و4 اصفار غيهم 0 و1 2 3 و4 اصفار بعدين بحط الوحدات من عند الخمسه والسبعه والسته وبعدين عندنا كمان ايش عندنا في الاخر اللي هم تحت اللي هم الثمانيه والتسعه تمام هاي الثمانيه والتسعه وهاي ايش اللي هم السبعه والسته والخمسه 100% والباقي طبعا دونت كير
لانه هذول بعد التسعه بصير عندنا هذه هي invalid codes، يعني مش معتبرات في ايش في البي سي دي كود. تمام، في الوحدات هذه ممكن نعمل عمليه ايش التبسيط المطلوبه عندنا، حنلاقي محوط على الوحدات. طبعا وبما انه عندنا اكس اللي هي dont care بثرش المنتج تبعها، اخذنا منه اللي بدنا اياه عشان نطلع ايش الفانكشن تبع مين، تبع الايش تبع الدبليو اللي هي الاوتبوت تبع اللي هنا. تمام، هاي الدبليو 100% اخذناه وصار بيساوي بناء على التبسيط هذا بنعوض هنا بيطلع عن الاوتبوت لما اخذنا منه الوحدات وبسطنا الداله طبعا باستخدام الكارنو او غيره بالحاله هذه كارنو، بيطلع عنا الجواب انه دبليو البولين فانكشن تبعها بتساوي ايش A زائد B C زائد B D. تمام، لو اخذنا الموضوع هذا على ايش على الاكس نفس القصه، حتلاقي الاكس عندنا صفر هنا صفر، بعدين واحد عند الواحد، وواحد عند الاثنين، واحد عند الثلاثة، وبعدين واحد عند الأربعة، وفي عندنا واحد كمان مرة هنا في الآخر عندي ايش التسعة، والباقي كله أصفار. بنبسط نفس الموضوع، بنحوط على الوحدات طريقة من المتجاورات، بيطلع عندنا الفانكشن تبع الإكس بتساوي بي داش سي زائد بي داش دي زائد بي سي داش دي داش. طبعا هذه الحل في البيت كويس، درب عليك هوم وورك عشان كيف ببسط كيف طلع الفانكشن بعد استخدام كارنو. بالنهايه انا يعني مش هقدر احل كل الحل هذا بالتفصيل، لقيت انه بسيط التسجيل بعدين اربع ساعات، بس المفروض تكون مفهوم المحاضره السابقه الشابتر الثالث تبع التبسيط باستخدام كارنو او الشابتر الثاني باستخدام قواعد الجبر البوليني. نيجي على اللي بعديه حنلاقي عندنا عوضنا صفر وصفر واحد صفر صفر، هي واحد صفر صفر واحد. تمام، اللي هي محل الثلاثة، محل الثلاثة بالضبط، وعن الأربعة وإيش كمان سوري سبعة، وبعدين عندنا هنا إيش عند الثمانية كمان مرة في واحد 100%. أوكي، هي السبعة والثمانية. أوكي، فلما نحوط وين دونت كير بيجي مع نعتبره واحد باستخدام الإكسات إنها دونت كير، بيطلع لنا تبسيط واي بتساوي سي داش دي داش زائد سي دي. نفس القصة نعملها مع مين؟ مع الزد، هنلاقي انه عوض هان الزد في كارنو حسب الترتيب، ثم بعد ذلك عمل عمليه تبسيط بيطلع عندنا الزد دي عفوا الزد بتساوي دي داش. اوكي، هذه فكره تبسيط كيف انه عملنا الانبوت والاوتبوت، هاي انبوت اوتبوت طلعنا منهم ايش التيبل، فهمنا كيف الاوتبوت اللي هي دبليو والاكس والواي والزد، وهي الانبوت اي بي سي دي، بالتالي طلعنا الفانكشنز تبعت كل حاله من الحالات هاي الثلاثه. طيب كيف نعبر عنها بطريقه الدوائر؟ هي عندنا A B C D مداخيل، وعندنا W X Y Z، وكل واحده رسمناها ووصلناها بناء على ايش؟ على الفانكشنز او الدوائر الجبر البوليني طلعناها قبل شوي بعد التبسيط. فبنلاقي W جاي من وين؟ A او هي الاور هي الاو مين او A B اللي هي هذه اللي B جاي عدل عليها طبعا، and ايش and ايش سي او دي، هاي بنلاقي عندنا جاي ايش جاي هان سي او دي، وين سي هاي سي، وين او دي دي هيها، فبنلاقي سي جاي هان هيها هيها سي جاي من هنا هيك، وهي دي جاي عدل هان، فبيطلع هان الاور تبعتها اخذناها فوق عدل الاور صار عندنا ايش اي زائد بي اند هيها بي اند سي او دي. تمام، وكله جاي اور الاي هانفول هاي الاور تبعتها بيطلع الدبليو. قس نفس الموضوع على باقيهن على الواي والاكس والزد، حتلاقي نفس القصه تبع خلاص، فبتلاقي طلع عندنا السيركت عملها ديزايننج تصميم للدائره السيركت بناء على تبسيط الجبر البوليني، بعد ما عرفنا ايش عندنا الانبوت وايش المفروض يكون عندنا الاوتبوت. تمام، طبعا الانبوت ابسط طريقه تحليله نفهمه كيف انه نفهم الفانكشن ايش لازم يعمل، ونحط نبدا عند الصفر صفر صفر لحد ما نصل لعند ايش الواحد واحد تحت ونعوض. طبعا في حال يكون احنا فاهمين في البي سي في البي سي دي كود انه في عندنا ايش انه عندنا بعد العشره بعد العشره ايش فيش عندنا ايش اكواد بي سي دي، فبالتالي بيطلع العقبال دونت كير لا يعني شيء، ما فيش اصلا بي سي دي انبوت داخل بعد الرقم 9 من 10 طالع فيش شيء. تمام، هاي طب نيجي على 7 سيجمنتس ديكودر كفانكشن، كيف نطلع 7 سيجمنتس؟ 7 سيجمنتس يعرفوها كمان مستقبلا في الكمبيوتر اركتكتشر حكايه الحاسوب، وكمان في المايكرو كنترول في معالج دقيق لما تاخذوها الفصل السابع عفوا فصل خامس.
فهاي ال 7 سيجمنت ليش سموها 7 سيجمنت؟ لأنها بتعمل بتكون من أسبع سبع أجزاء، هي سيجمنت 2 3 4 5 6 7 سبع أجزاء تمام، وهذا مستخدم في كل الأجهزة الرقمية كمؤشر لإيش؟ لأرقام الأعداد، تعطينا العدد الديجيتال الأعداد الرقمية تمام. هاي عندنا المخرجات عندنا 7 سيجمنت حندخله بي سي دي كود اكس واي زد، وبدنا المخرجات تبعهم 7 سيجمنت، فحكون عندنا إيش؟ 7 على المخارج، ربطنا كل واحد فيهم إيش؟ ربطنا كل واحد فيهم ايش مخرج من المخارج بالاوتبوت تمام. هاي الجي مثلا وهكذا، هتلاقي البي داخل هنا، وهي السي، وهي الدي، وهي الاي تمام. فعنا ايش الاوتبوت 7 سيجمنت، كل ما واحد يكون موصوف الاوتبوت ويضوي الضوء اللي وراه يعني يعطي اشاره، بيضوي الاي مثلا، تضوي الاي، لو ضوى الاي والاف والجي والسي والدي مثلا مع بعض كانوا هاي مثلا واحد من الصفر يعني بيطلع رقم 5، لو ضووا كلهم بيطلع رقم 8، لو ضووا كلهم الا الجي بيطلع صفر، هكذا يعني فهمتوا كيف؟ هاي فكره الاوتبوت تمام. فهي الفكره عندنا المداخل اكس واي زد في البي سي دي كود لعند ايش رقم 9 بنعبر عنها اصلا ايش بي سي دي، لانه عندنا عمليا هو 1 سيجمنت يعني 1 7 سيجمنت بيطلع بس في الاعداد العشريه بتعد من ايش من صفر الى وين؟ الى 9، وبالتالي بلزمش عندنا ناخذ رقم 10 هنا، لأنه كله بصير بعد التسعة مش لازمنا في الحالة الفانكشن زي هذا تمام، اللي هو 7 سيجمنت هاي، لأنه بدنا بس لعند 9 يعد، بعدش عن هذا الجهاز 7 سيجمنت بعدش لعند 10، لأنه مش ممكن يعد لنا 10 هو يعد لنا 9 بس إمكانياته هيك. أوكي نيجي هان على الإكس واي زد المدخل من 0 0 0 لعند إيش؟ لعند التسعة اللي هي 0 1 0 0 1 100%. أوكي بنبدأ نهاش نشوف إيش الناتج، لما بتكون عندنا الناتج عندنا دخلنا صفر بدنا يكون الناتج صفر. في الحالة هذه شوف دقائق كيف بده يكون الاوتبوت عندنا شو نوعه؟ ملاحظين انتم معي شيء؟ لاحظتوا ولا مش ملاحظين لسه؟ لاحظتوها طبعا، لان انه هان عندنا ايش؟ ما طلعش اصفار، لانه حيكتب عندنا في الحالة هذه الرقم صفر، وعشان نكتب الرقم صفر هان هنا كله حكون ضويين لاطراف هذول صح؟ هنا حكون الاي والبي والسي والدي والاي والاف ضويين، بس الجي هو الايش؟ اللي طافي. وبالتالي حكون الاوتبوت عندنا 1 1 1 1 لعند الجي بس صفر تمام. هاي الفكره، ولو بدنا نكون بكتب رقم 1 يا حكون عندنا البي سي ضاوي او الاف اي ضاوي، واحده من تنتين، فانا مختار انه البي سي هم الواحد والباقي كله اصفار عشان يطلع عندنا رقم 1 على ايش؟ على 7 سيجمنت ديكودر او 7 سيجمنت عفوا، المؤشر الديكودر هو هذا بالمناسبه، هو المفكك شفرين اوكي. نفس القصة حتلاقيها مع التنين، في التنين لازم يكون ضاوي عندنا شو مثلا؟ التنين كيف تنكتب؟ اللي هي هيك تمام؟ يعني A B G E D هتلاقي هان A التنين A B وبعدين ال G وال D وال E، لكن F اللي هي F هان والC مالهم مش ضاويين، لأنه هذول مش مطلوب يضيفوا التنين وهكذا، فهي الأوتبوت وضحناه للأرقام كلها من 0 ل 9. طبعا عندي 8 لازم كله ايش ضاوي، اي بي سي كله ضاوي تمام، هاي 8 تمام لاحظته، وعندي 9 حيطفي فقط شو حيطفي عندنا عند التسعة اللي هو الاي، فهتلاقي الاي هاي 0 هاي طافيه تمام. وهكذا فكره هاي حددنا بذلك ايش عشان نعمل 7 سيجمنت ديكودر، حددنا ايش الانبوت وايش الاوتبوت المطلوب عندنا 100%. وهيك بكون الامر فهم، فهمت الان الفانكشن لازم ينعمل. اوكي نيجي بناء على ذلك نحدد ايش الاوتبوت، هم ناخذهم واحد واحد زي قبل شويه، بس هم ناخذ ايش الاي بي سي دي اي اف جي بناء كيش على ايش على انه كل واحد لحاله، زي ما اخذنا قبل شويه في البي سي دي ديكودر الاكس 3 وكيف حللناه بناء على. فبناخذ ايش اول حاجه الاي، الاي بنلاقي متى في عنده واحدات؟ عند الصفر والاثنين والثلاثه والايش والخمسه والسته والسبعه، هاي الصفر وهي الثلاثة وهي الاثنين وهي ايش؟ الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة 100% هتكون كلهم وحدات عوضناهم، حوط عليهم وبسط كذا تمام تبسيط بالكارنو حيطلع عندنا الفانكشن، وهذا هوم ورك اعتبروه، حيطلع الفانكشن مستوى للـ A اللي هو W زائد Y زائد X زد زائد اكس داش زد داش، نفس الطريقه متبعها مع باقي الايش الاوتبوتس تبعونا البي سي دي اي اف كذا كذا لعند ما خلص كلهم تمام.
تمام. فبالتالي هذه اعتبروه برضه كمان نوع من المراجعه المنزليه، هوم وورك، كيف نفهم كيف نعمل ديكودنج التيبل ونطلع منه الاوتبوت هذا 100%. فان شاء الله تكون امورك وضحت كيف نعمل ديزاين للسيركت لما نعرف الاوتبوت تبعها والايش والانبوت تبعتها والاوتبوت تبعها باستخدام الايش التروث تيبل، نحلل نطلع الفانكشن ونعبر عن السيركت هذا بالفانكشن، ثم بعد ذلك نقوم بعمليه ايش رسم الدائره زي ما عملنا في المثال ايش السابق 100%. اللي هنا رسمناها في الاخر رسمه ايش رسمه السيركت كيف بتصير نعملها ديزايننج لها. تمام اوكي، ننتقل الان لايش الموضوع التالي او نفس الموضوع بس يعني نعمل على حجم الباينري ادر نفس القصه. الباينري ادر هو ديجيتال سيركت، هو بعمل ايش هو جمع العدد الثنائي ايش باينري ادر بيجمع عدد ثنائي. تمام الهاف عندنا هان اول حاجه نوع اللي هو الهاف ادر. ايش الهاف ادر كيف بيشتغل؟ بيجمع بس ايش ايش بقول انه هاف ادر انه بيجمع بس اثنين مع بعض يعني واحد يعني بتين 1 بت بلس 1 بت. هي ذا ادز اونلي 1 بت بلس 1 بت، بيجمعش اكثر بيجمعش كمان انذر بت يعني مش واحد زائد واحد زائد واحد، هو فيش عنده ولا غير واحد زائد واحد يعني بت تو بت بيجمع. تمام هي شو بسموه هاف ادر لانه بيجمع بس بتين مع بعض. فبسم فالناتج عنده سم، الناتج هو ناتج الجمع السم، وفي عندنا باليد الكاري. تمام فهنلاقي عندنا ايش الفانكشن اكس واي بيجمع بت زائد بت، هاي اسمه هذا الدرك ازداد الهاف ادر في البلاك بوكس تبعنا، هذا الصندوق المغلق المعتم الاسود مش عارف ايش في قلبه لان احنا نعمل ديزايننج للمحتوى تبعه. تمام وبيطلع عندنا ايش في الاوتبوت عندنا السم والكاري اكس زائد واي بيطلع السم، ولو كان باليد بيطلع عندنا هان على مين على الكاري. اوكي نيجي هنا على الداله تبعته كيف الداله بتكون؟ طبعا عندنا مدخلين زي ما قلنا اكس اند واي مضبوط، اكس وواي طبعا 0 0 0 1 1 0 1 1 عندنا خانتين حيطلع من 0 0 لعند 1 1 كملنا. المطلوب يجمع البتين، اذا حكوا عندنا هان كاري والسم. تمام لما اقول 0 زائد 0 حيطلع الجواب 0 وباليد 0، 0 زائد 1 حيطلع الجواب 1 وباليد ايش؟ 0، 1 زائد 0 حيطلع الجواب 1 وباليد ايش؟ 0، 1 زائد 1 حيطلع الجواب 0 وباليد 1. هاي ايش فهمنا كيف حيطلع عندنا اذا الاوتبوت الكاري والصم. بدنا نعبر عنهم الان هذول ايش؟ بالايش؟ بالدائره تبعتك. يعني طبعا زي ما بنلاحظين مباشره من الفانكشن من التيبل انه متى بيكون عندنا الناتج 1 في الصم مثلا كم صم؟ بتلاقي الصم عندما يكون الانبوتسان مختلفين بكون جواب واحد. تمام شايفين كيف بكون جواب واحد؟ لما يكون الانبوتس متشابهين بكون الجواب ايش؟ لما يكون الانبوتس ايش بالهم متشابهين طلع الجواب صفر. تمام لاحظتوا، وهذه هي عباره عن داله ايش؟ داله ايش؟ داله البوابه الاكس اور. طبعا ما احنا عارفين لانه الاكس اور دائما لما تشابه المدخلات بيطلع الجواب ايش؟ اصفار، لما يختلف المدخلات بيطلع الجواب عندنا ايش؟ واحد. وبالتالي على السريع حطينا هان اكس واي وحطينا اكس عدل هان واي ان عليها دخلناها اكس اور وطلع عندنا السم. تمام نيجي على الايش على الكاري. الكاري متى كان عندنا بيساوي واحد؟ في حاله واحده فقط الكاري كان بيساوي واحد في حاله واحده فقط، وهو انه كان عندنا الاثنين ايش مالهم متشابهين واحد واحد، قصدي مش متشابهين كانوا واحد واحد. فمتى كان الكاري؟ دخلنا لما يكون اكس اند واي بتساوي واحد بيطلع الجواب عندنا واحد، فعوض عنها مباشره بالاند. تمام قرانا التيبل عدل لانه هذا تيبل بسيط، فبالتالي كان سهل اشتقاق الفانكشن او الداله اللي بنقوم فيها اللي بتنفذ هاي العمليه، وبالتالي تم مباشره وضعها في اطار دائره ايش؟ دائره كومبينيشنال سيركت او دائره متكامله بتعمل بالحساب حساب ارقام البيتس يعني الاعداد الباينري. تمام طيب الفول ادر، الفول ادر بشكل بيعمل ادز 1 وكمان 1 وكمان 1 صار في عندنا اكثر من فعندنا اكس واي زد المدخلات مش مدخلين بس 0 0 1 0 1 0 1 1 1 لا، فبعنها بالتالي بيعمل بروديوسز سم والكاري طبيعي دام عندنا يكون في كاري. فايش الفول ادر؟ طبعا الفانكشن تبعته نيجي على الفول ادر هانل عندنا ثلاث مدخلات وعندنا ايش مخرجين السم والكاري المخرجات. نيجي على الداله تبعته حنلاقيه يبدا من 0 0 0 لعند ال 1 1 1 100%. نكمل حنلاقي عندنا 0 0 اول نتيجه طبعا كله اصفار، ولما يكون كلهم واحدات حيطلع الجواب عندنا هان 1
واحد، أنا بجمع عمليا تمام، واحد زائد واحد بيساوي صفر، باليد واحد زائد واحد بيطلع واحد الناتج، واليد واحد بتضلها موجودة. نيجي هنا نجمع صفر زائد صفر زائد واحد بيطلع الجواب واحد في الصمت، صفر زائد واحد زائد صفر بيطلع الجواب واحد، وفيش في الكاري شيء طبعا زي لحد الآن. نيجي عندنا هان صفر زائد واحد زائد واحد بيطلع واحد، يعني صفر باليد واحد، صفر زائد صفر زائد واحد بيطلع واحد، وباليد ايش؟ صفر، ما فيش شيء لانه واحد واحد. عندنا واحد زائد صفر زائد واحد بيطلع صفر باليد واحد، واحد زائد واحد زائد صفر بيطلع صفر باليد واحد، تمام؟ نفس القصه هلا، ولكن عندنا في لما يكون ثلاث وحدات حيطلع عندنا واحد في الجواب وواحد باليد كمان، تمام؟ ثلاث وحدات. طيب كيف نعبر عنهم هذولا؟ انه هذا لقيناها القصه بالداله، نعبر عن الكاري والسم بالايش؟ بالايش؟ بالدوال. هلا السم جاي عندنا صفر والواحد اي هنا، بعدين عند الواحد والتنين، اي الواحد والتنين واحد واحد، بعدين عند الاربعه وعند مين؟ السته، تمام؟ الاربعه والسته. عوضنا عنها هنلاقي اصلا زي ما انتم ملاحظين هان فيش شيء متقارب، فيش شيء متجاور في الوحدات، نو ادجسنت وانز يعني، فبالتالي عبرنا عنها مباشره بالداله هذه اللي هي متى بتكون؟ زي ما انتم ماخذين التيبل عدل هنلاقي اكس اكس لما نكون اكس عباره صفر بصير شو معناها اكس داش، والواي بتساوي صفر واي داش، والزد بتساوي صفر زد زد داش، فاخذنا اكس داش واي داش زد داش، تمام؟ لا عفوا سوري هان مش مزبوط، هذا في الصفر، هان بيطلع عن اكس داش واي داش زد، اللي هي اكس داش واي داش زد، هيها اول واحده اخر واحده قصدي عفوا في تمام؟ طبعا وبعدين جينا هنا لقينا في واحد، متى كان هذا اكس داش واي داش زد؟ قلنا بعدين اكس اكس داش واي زد داش، هاي اكس داش واي زد داش هيها تمام؟ اللي هي هذه اكس داش واي زد داش، بعدين اكس داش واي داش زد داش، هاي اكس داش عفوا اللي هي اكس اللي هي اكس واي داش زد داش اللي هي في طبعا اكس دا اكس واي داش زد هيها اكس واي داش زد داش تمام. هلقينا في مثلا التيرم هذا مش موجود، لكن موجود عندنا ايش؟ اكس واي زد مظبوط. طب هذا وين راح؟ وعندنا كمان هن لقينا عندنا 1 2 3 4 بس عندنا كم واحد موجود؟ عندنا 1 2 3 4 مظبوط، فبيطلع عندنا هان ايش؟ اللي هو اكس واي داش زد داش هي لقيناه، وبعدين اللي هو ايش؟ الاكس واي داش زد داش اللي هي هذه هيها، وبعدين اكس داش واي زد تمام، وبعدين اكس واي زد. اجيت بالتبسيط والتقريب هنلاقي عندنا في عمليه ايش؟ انه عندنا اربع تيرمز هم عبرنا عنهم بالمعادله هذه تمام، لانه في الاخر عندنا ايش؟ كلها اكس واي زد، هي شفتوها اكس واي ايش؟ اكس واي زد اللي هي هذه تمام. اوكي تمام، هذه هي اكس واي زد، وحنلاقي عندنا بعدين اللي هي هاد طبعا هان سوري اسف على ذلك، هذه ما لهاش دخل في الموضوع لانها عباره صفر. بنيجي هنا على هذه كمان هان، عندنا هان واحد، فبناخذ هذه كمان مع حد ايش بتساوي؟ اللي هي اكس داش واي زد داش اللي هي هان، شايفين كيف؟ تمام. ونيجي عندنا هان في عندنا واحد، هذا الواحد ايش ماله؟ اللي هو اكس واي اكس عفوا اكس داش واي داش اللي هي يعني ايش؟ زد اللي هي هذه تمام؟ تمام اوكي. نيجي على النقطة الأخيرة هذه اللي هي ايش بتساوي؟ اللي هي هنا تمام؟ فعندنا صار الجواب اكس واي داش زد داش، عندنا أربع تيرمز وهي عوضنا عليهم. هان هذا مش مظبوط، أخذنا بس الوحدات المفروض، وبالتالي بس عندنا هان وعندنا هان وهان وعندنا هذا الواحد. أوكي، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة تيرمز. طبعًا هذه المباشرة محمد نشوفها إنه كل مرة في عندنا الداش واحد مش داش، يعني اكس هان مش داش، وهان ايش الواي مش داش، وهان ايش الزد مش داش، والمترم الرابع اكس واي زد، وبالتالي هذا بيكون هو عبارة عن معادلة ايش؟ الاكس اور، تمام؟ الاكس اور مباشرة فهمناها. الكاري وين في وحدات له؟ في هان أربع وحدات كما شايفين، لكن هم ممكن تبسيط واحدة منهم، ممكن تيرم واحد كامل يختفي بسبب أنه هو جاء في تقاطع أربعة مجاور لثلاث ثانيات، فطلع عندنا الجواب عندنا في الحالة هذه أخذنا شو هو؟ اللي هو مثلا على الواحد اللي هو الكاري هذا اللي هو اكس ايش
اكس اللي هو عندنا مثلا هنا الواي زد لقيناه مفقود، ونلون اللون الثاني عشان نشوفه عندنا هذا الواي زد تمام، وعندنا بعدين الترم هذا ماخذ اللي هو الاكس واي داش زد داش، فصار عندنا بعد بداله ايش الاكس واي، وبعدين عندنا الواي زد اللي هو الترم اللي بعديه. على العموم هذه مش مباشره من التيبل زي اللي قبلها زي الاس، لانه في عمليه تبسيط. احنا عندنا اربع وحدات لكن الترم فيه ايش الترم فيه بس ثلاث حدود، وبالتالي في صار عمليه تبسيط بسبب التجاور. اعملوها برضه في البيت هذا عشان انتم تدريب على موضوع كارنو والتبسيط تمام، نفس السطر التالي. المهم شفنا كيف بسطنا احنا الفانكشن تبع الاوتبوت الاثنين الكاري والسم بناء على فهم التيبل انبوت والاوتبوت، وعبرنا عنها في تيبل تروث تيبل، ومن تروث تيبل اشتقينا الداله وبسطناها عن طريق ايش؟ عن طريق الكارنو. الوحده هذه انا بدي اشرحها مع انه الوقت صار ضيق اخر الفصل، لان هذا بتبني على كل اللي اخذناه قبل هيك، فهم كيف نصمم ونعمل ديزايننج للديجيتال سيركتس الدوائر المتكامله ايش؟ الرقميه تمام؟ وبالتالي انا حكملها ان شاء الله يعني. نيجي على موضوع الفول ادر، حنلاقي تعبير عنه بناء على الاكس واي زد قبل شويه، عندنا المداخيل اكس واي زد وعندنا الصم وعندنا الكاري. الفانكشنز اللي قبل شويه شفناهم هنا، هيو شايفينه نفس الفانكشن هذا، هيو هنيجي هنا هنلاقيه عبرنا عنه في الدوائر، هي الصم هنا اخذناه من هنا وبالضبط، هنلاقي ايش؟ هذا هو ايش الواقع تبعه، وعندنا الكاري ماخذ الداله الثانيه اللي هو اكس او واي، اكس او زد، اكس او واي او زد. كله على الاور اللي هو الزائد زائد جاي على ايش؟ على الاوتبوت سي تمام. هنلاقي عندنا هذه القصه لو عبرنا عنها بطريقه اخرى، هنلاقي ممكن نعبر البلاك، هذا البلاك بوكس نعبر عنه بطريقه تستخدم ايش؟ اثنين ايش؟ اثنين اكس اور بالضبط، هي اكس اور وهي اكس اور، هنا هي الاكس اورين بيطلع السم، وعندنا بس ايش؟ الكاري ماخذ ايش؟ ثلاث انبوت مع مين؟ مع الان زي ما هو ما تغيرش، لانه هاي نفس الداله تبعت اكس اور، اكس اور نفس اللي بصير هنا تمام. لو عبرنا هان هذا الفانكشن اخذناه بيجي هيك، وهذا الهان بيجي هنا تمام. نغير الالوان عشان يصير اوضح، اللي هان عبرنا عنه هنا، وهذا الترم الاولاني اللي فوق اخذناه عبرنا عنه هنا، في حين انه ال ال الكاري اخذناه وزي ما هو هنا وزي ما هو هنا تمام، ما تغيرش فيهم شيء. اوكي اذا هيك عبرنا، عملنا ديزاين للسيركت بناء على فهمنا ايش للجبر البوليني، بناء على التبسيط وكارنو، واستخدام القواعد اللي شرحناها قبل هيك في ايش؟ في استنتاج الداله من ايش؟ من التروث تيبل تمام. الفول ادر هيو عندنا فول ادر، بيجي هاف ادر طبعا ممكن نعمل عن طريق ايش؟ تو هاف ادرز ان سيري، عندنا هاف ادر بيجمع اكس وواي، وعندنا كمان هاف ادر بيجمع اثنين، بس كيف نعمل منه فول ادر؟ نعمل اثنين ورا بعض ونعمل مدخل ثالث اسمه الزد. الزد هذا وظيفته انه يكون بس بمثابه الكاري. طبعا في البدايه الزد عندنا جاي ما فيش فيه شيء داخل عمليا، يعني بما انه انا فيش عندنا شيء قيمه له في البدايه لصفر، بس الهاف ادر الاولاني بزود الهاف ادر الثاني بالسم تبعه، وهو بده السم هذا كمان للهاف ادر الثالث اذا بنعمل هاف ادر ثالث تمام. اوكي لكن الكاري تبعت الهاف ادر الاول بتروح وين؟ على الاور تبعت الايش؟ الكاري، وهان عندنا اور مع الايش؟ الكاري الثاني بروح. فلو كان في عندنا باليد او كاري من الهاف ادر الاول او الثاني بيطلع عندنا الجواب في الكاري ايش؟ بيساوي واحد. فهيك الداله ايش؟ الفول ادر باستخدام ايش؟ باستخدام تو هاف ادرز. التعبير عنها بالطريقة هذه، عندنا هاي هاف ادر اول هو الاكس اور مع الاند، واكس اور مع الاند، وهي الزد خشت من هنا على ايش؟ على الاند. ففي فورا لحد ما يطلع عندنا مباشرة هان، لحد ما يطلع عندنا باليد عمليا هان يطلع عندنا باليد، شايفين كيف؟ بيطلع معنا باليد هان على الكاري عدل، وفي الاهان وفي الزد هذه طبعا في الاول صفر اند، فلو فيش عندنا ايش؟ لو كان عندنا في الزد هذه فيش فيها شيء عمليا، يعني عمليا فيش في عندنا الها واحد، فحيطلع الصم عندنا ايش؟ دائما ايش؟ في الحاله هذه اي واحد بيجي من هنا حيطلع عندنا الجواب دائما هنا واحد تمام؟ لكن كان عندنا جواب صفر صفر اند صفر كذا، فحيطلع عندنا طبعا في حاله انه الجواب عندنا
واحد جاي فقط من فوق من هان واحد، حيطلع الجواب عندنا ايش؟ هان في الكاري من نتج هذا الكاري تبعه ايش؟ صفر، لانه عندنا هان اند. لكن لو كان عندنا اكثر من واحد، واحد وواحد وواحد، فيطلع عندنا الجواب هنا كمان مره واحد، وكمان عندنا هان واحد، فيطلع الجواب عندنا هان ايش؟ واحد. فطلع واحد او واحد، فيطلع عندنا ايش الجواب؟ ايش في الكاري؟ واحد. يعني فهمتوا قصه انه ليش هان حاطين اند؟ يعني لازم يكون عندنا الناتج هان ايش عندنا؟ يكون عندنا الناتج هان تبعنا جاي من الاكس والواي، اكس اور بيساوي واحد الناتج تبعه، تمام. وكمان الواحد هذا ايش ماله؟ جاي مع الواحد اللي بالايش من الزد، عشان ايش ناخذ باليد منه واحد، تمام. يعني عندنا واحد زائد واحد زائد واحد، تمام. ففي الحاله هذه عندنا بصير عندنا هان واحد من هان جاي بسبب انه جمعنا ثمن واحد مع بعض، وعندنا هان ايش الواحد الجاي من هان في الناتج، فبصير عندنا ايش واحد من هان واحد من هان واحد من فوق، فانا واحد زائد واحد زائد واحد بصير كي نعمل ايش جمع هذا مع بعض وطلع الكاري بالنهايه. هيك القصه. اوكي، فهيك العمل تبعه تو هاف ادرز ورا بعض. التركيبة الاند هذه اللي هي بيجي عندنا الاوتبوت تبع مين؟ تبع ايش اللي هو الزد فانكشن هذا، او الزد المدخل الثالث اللي هو الواحد الثالث، تمام. فالواحد الثالث لو كان عندنا واحد بخش هنا وكان طالع عندنا هان واحد معاه، فبكون عندنا الناتج عندنا شوف كيف هان واحد اور واحد بيطلع الجواب واحد، تمام. فهمتوا كيف؟ نعيدها، حسنا مش تفهم بهالسهوله، نعيدها. دخلنا من هان بواحد، الواحد هذا وصل لهان مظبوط، طلع عندنا هان واحد او واحد تطلع الجواب عندنا هان ايش واحد، لكن هان في الجمع المفروض واحد زائد واحد يطلع الجواب عندنا شو هو؟ صفر باليد واحد، فبيطلع عندنا لازم يكون عندنا هان، وهذا الواحد اصلا جاي هنا كمان هو واحد. بيطلع عندنا هان ايش؟ الواحد واحد بيطلع جوه واحد، لكن هو واحد زائد واحد زائد واحد المفروض الجواب عندنا يطلع ثلاثة، صفر بيد واحد يعني عفوا واحد وبيد واحد عفوا. فهان دخلنا عليها الواحد اللي من هنا دخلنا مثلا، حيدخل هنا واحد وهنا واحد وحيدخل هنا كمان واحد، فلازم يطلع عندنا هان ايش؟ الجواب واحد، وكمان مرة بالناتج يطلع عندنا واحد، تمام؟ عشان بيطلع لك هنا عشان يطلع الجواب عندنا هان بالنتج واحد، عندنا واحد زائد واحد زائد واحد بيطلع الجواب واحد وباليد واحد، لازم يطلع عندنا هان واحد وهان واحد، بالتالي عندنا هان نحط هان واحد مثلا دخلناه واحد او واحد حيطلع الجواب طبعا طبيعي واحد، لكن بانه عندنا فتخان واحد على الان وعندنا اصلا جاب جواب من فوق كمان واحد، لانه هان بالاكس من نتج الجمع الاولاني في عندنا واحد ناتج بيطلع عندنا واحد اند واحد، فبيطلع الجواب هنا بالطريقه هذه ايش واحد، فبيطلع الجواب فعلا عندنا جواب واحد مش صفر وباليد واحد. فهمتوا كيف جماعه ثلاثه بالثلاث مع بعض؟ يا رب تكون فهمت القصه ليش حاطين هان اند وكيف ندخل هنا واحد واحد عشان يطلع الجواب واحد، لو كان عندنا ثلاث وحدات مجموعات مع بعض. هاي القصه، هاي الفكره، انه احنا جمعنا واحد وواحد وواحد لازم يطلع جواب واحد وواحد، يعني جواب واحد باليد وواحد بالناتج يعني، تمام. فعشان هيك الاند هذا موجوده. نكمل في الموضوع تبع ال الباينري ادرز الجمع الجمع عدد الثنائيه، مثلا عندنا هيو الاكس 0 اكس 1 2 3 واي 0 1 واي 1 واي 2 3 جمعهم الصم 0 صم كذا كذا مع الكاري. هنلاقي عندنا ها مثلا جمعنا الاكس 0 والواي 0 مع ايش؟ مع الكاري جاي من برا الموفي هذا جاي كانه هو جاب اليد من اللي قبله، بس عشان اللي قبله تكون داخل صفر عليه، طيب طبيعي. حيطلع الجواب ايش؟ صم 0 والكاري 1. لقيت الكاري 1 بيطلع مين على البعدي؟ بصير هون عندنا في داخل ايش كان صفر او واحد حسب ايش داخل، وعندنا واي 1 واي اكس 1 زي طريق الجمع هذا، بيطلع هاي الكاري 1 صار عندنا هاي الكاري 1 جبناها جمعناها فوق، بيطلع الناتج سم 1 والكاري 2، الكاري 2 بيطلع ايش؟ على الواي 2، بصير يعني الكاري 2 مجموع مع الواي 2 مع الاكس 2، تمام. بيطلع لنا الجمع الجمع هان اس 2 مع الكاري 3، الكاري 3 بيطلع كمان مره على البعدين، بيطلع بالجمع مع الاكس 3 والواي 3 وهكذا، وهيك بصير عملت البروباجيشن الجمع مع الاخذ باليد. لو نجمع اكثر من مجموعه ارقام في الالات الحاسبه، بيجمعش بس رقم 103، بيجمع ايش؟ 20 30 رقم جنب بعض في الالات الحاسبه، مضبوط ولا ثمان ارقام؟ فكيف بنعمل اليه الجمع بتكون بالطريقه هذه، تمام؟ اذا الكاري هو كاري بروباجيشن اديشن، كاري بروباجيت اديشن اللي هو المره اللي بنعمل بروباجيشن تمرير للكاري الى الجهه اليسار حسب كم خانه بنجمع مع بعض، كم خانه في عمليه الجمع تمت المشاركه تبعها، جمعنا اربع خانات مع اربع خانات، تمام. وهيك البروباجيشن بصير.
هاي الفكرة. وسموا هذا الباينري ادر، عندنا واي 0 واي 1 كذا واي 3، عند اكس 1 اكس 0 اكس 3، وهي سم 0 سم 3، والكاري 0 ايش الكاري واي. اوكي الكاري بروباجيشن ادر اللي هي اسمها سي بي اي، سي بي اي قصدي، عندنا المدخلات اي 0 ل اي 1 اي 2 اي 3، والبي 0 بي 1 بي 2 بي 3، والكاري 0 والكاري واي اس 0 اس 1 اس 2 اس 3. اوكي عندنا هان دخلنا 0 اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 ودخلنا عليها هان ايش، فبيطلع عندنا بروباجيشن، عندنا كاري 0 في الاول، طب الكاري واي بروح على الكاري اللي بعديه، بيطلع انا عنده كاري 0 وهكذا، وعلى كاري واي وهكذا بنعمل بروباجيشن، وهكذا بنعمل بروباجيشن حتى ايش لاخر مرحله في عمليه الجمع في اخر خانه. تمام هيك في عمليه الجمع، لاخر عمليه الجمع. طيب الكاري بروباجيشن وين ذا كوركت اوتبوت ار افيلابل، ذا كريتيكال باث كاونتس ذا وورست كيس. طبعا في الحاله هذه انه ايش، انه في الورست كيس سيناريو لموت الكريتيكال كاونت، نحن نحسب كم الباث كاونت، كم بوابه بده، كم مرحله بده. فعندنا مثلا اي 1 بي 1 سي 1 سي 2 بيطلع لنا سي 2 سي 3 سي 4 هذا البروباجيشن للكاري، يعني عندنا كاري 1 بس صحيح، بس كاري 2 كاري 3 كاري 4 يعني وصلنا للكاري 5 اللي عند الايش والناتج الصم اللي هو اس 4. فعمليا بنلعب عندنا 4 بت نجمعهم مع بعض اللي هم اي بي سي دي مثلا، يعني 4 بت فول ادر نجمعهم 4 بتات مع بعض. تمام فبيطلع عندنا بدنا 8 جيت ليفل، تمام مستويات للبوابات، لانه القاعده بتقول لك انه القاعده بتقول انه ايش، القاعده بتقول ان بت ادر ان بت ادر بده ايش، ان ايش الان بت ادر بده ايش، ان جيت. تمام فان بت بده ان جيت. فان عندنا مثلا ايش، عندنا جمعنا الاي والبي، شوف كيف يطلع ايش الاي والبي، وبعد الكاري بيطلع هنا عندنا هاي مرحله، هاي مرحلتين وهي ثلاث. تمام اوكي اوكي المهم فنفهم ان الان بيتس بتساوي ايش، بدنا دائما تو ان جيت. تمام حسب كم بت بنجمع، عندنا الان اي بي 2 في 2 بيطلع ايش، بدنا المفروض يطلع لنا ليش 1 2 3 4 بوابات. تمام تو ان جيت، هي بوابه هي بوابتين 3 4 بوابات. تمام وهكذا. طيب بروديوس ذا كاري بروباجيشن ديلي امبلوي فاستر جيتس، هذا كيف نعمل عمليه تعمل ريدكشن للكاري بروباجيشن ديلي، انه التاخير في البروباجيشن ناخره، كيف نعمل ايش، نعمل جيتس اسرع، نطور بوابات اسرع. لوك اهيد كاري، اول حاجه الثانيه لوك اهيد كاري مور كومبلكس ميكانيزم جيت فاستر، نستخدم حاجه اسمها لوك اهيد كاري عشان نسرع عمليه ايش البروباجيشن للكاري. تمام فالكاري بروباجيت بي واي بسمها بي اي، هذا بي مثلا بتساوي اي اكس اور بي، طبعا حسب المرحلة، عند الصفر بيساوي البروباجيشن صفر بيساوي A صفر XOR B صفر وهكذا. كاري جنريت الجنريت اللي هي جي اي بيساوي اي اي بي اي اللي هي A0 B0. تمام السم اس اي بتساوي بي اي XOR سي اي اللي هي ايش الناتج تبعها بي اي XOR سي اي، والكاري اللي هو هي القانون تبعها. الان بناء على القوانين هذه اللي هو البي اي والجي اي بعدين السم والكاري القوانين، حنعوض كيف نحسب احنا ايش، نحسب احنا الاوتبوت على السم على الاس اي مثلا والسي اي في اي مرحله من المراحل. فمثلا لو بدينا في البدايه قلنا السي الانبوت كاري بيساوي سي 0 بيساوي الانبوت كاري، بيكون السي اي سي 1 بتساوي ايش، الزيرو هذا ضرب البروباجيشن 0 زائد الجي 0. تمام هاي القانون تبعها. السي 2 الكاري 2 ايش بتساوي، بتساوي الجي 1 زائد بي 1 سي 1. لكن بالاخر لاحظوا ان السي 1 ايش بتساوي اصلا، سي 1 بتساوي جي 0 زائد بي 0 سي 0. المهم بتساوي جي 1 زائد بي 1 ايش جي 0 زائد سي 0. تمام فالمهم فلما نفكك الاقواس بيطلع الجواب عندنا ايش، جي 1 زائد بي 1 زائد جي 0 زائد بي 1 بي 1 بي 0 سي 1. تمام لقيت الـ C2 هنعوض عنها بتساوي ايش حسب القانون تبعنا اللي هي الكاري هان C I، هنعوض عن C I زائد 1 بتساوي ايش، بتساوي الـ G ايش 2، نحط عن C بتساوي 3 C 3 يعني حطنا هان C3 بتساوي هان
ثلاثة يعني 2 زائد 1 بقول هان الاي بتساوي 2 مظبوط، فحط هان اي بتساوي جي 2 زائد بي 2 سي اي اللي هي سي 2 تمام. عوضنا عن ايش؟ عن السي اي اللي هي سي 2 بهذه، حنلاقيها بتساوي جي 2 زائد بي 2 زائد جي 1 زائد بي 2 بي 1 جي 2 جي 0 عفوا عوض تعويض عفوا عمليا زائد ايش؟ بي 2 بي 1 بي 0 سي 1 اوكي. يعني عمليا العوض كل مره في اللي بعديها، هاي السي 1 عوضناها هنا طلع الجواب اللي هو جي 1 ضرب زائد بي 1 ضرب جي 0 زائد بي 0 سي 0 وتساوي جي 1 زائد بي 1 جي 1 عفوا بي 1 جي 0 زائد بي 1 بي 0 سي 0. بعدين عملنا على الايش الثاني سي 3 بيساوي جي 2 زائد بي 2 سي 3 بيساوي جي 2 زائد بي 2 جي 1 زائد بي 2 يعني تعويض مباشر. يعني هنلاقي هنا جي 2 جت كمان مره جي 2 هنا البي 2 ضربناها في ايش؟ ضربناها في الجي 1 بعدين البي 2 ضربناها في البي 1 جي 2 هي بي 2 ضرب جي 1 ضرب بي 1 جي 2 عفوا جي 0 هي هنا بي 2 ضرب بي 1 ضرب جي 0 بعدين زائد البي 2 ضرب بي 1 ضرب بي 0 ضرب سي 0 اللي هنا تمام. فكل مره بنعوض هكذا عن البروباجيشن بسموها لوك اهيد بروباجيشن حسب القانون تبعنا هنا تمام. الان الكاري لوك اهيد دياجرام بصير لو عوضنا عنها بايش؟ كمعادله رياضيه حلاقي عندنا البي هي الكاري 0 جي 0 كذا لعندي جي 1 بي 1 بروباجيشن جي 2 بروباجيشن جي 3 عوضنا عنها بتلاقي ايش هاي الاندات وكل مره بنلاقي عندنا الان بزيد ايش؟ واحدة زيادة تمام وهكذا وكله في الاخر جاي السي على ايش زي ما نشوف في المعادلات في على الزائد هان اور 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 تمام هاي اور 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 هنا هان بوابتين وعندنا هان زائد وهان هان زائد واحدة هتلاقي هنا اند اور هان تو اند اور وهان ثري اند وايش اور لان هم هنا موجودين تمام. عوضنا عنهم هطلع الدالة بالطريقة هذه عشان نعمل ايش الكاري لوك هيد ادر اللي هو كطريقة كآلية لجمع ايش الادرز في الاعداد اللي ايش الرقم دي. اوكي نيجي هان 4 بت كاري ادر حكون تعبير عنه بالطريقه هذه البروباجيت دري سي 2 سي 2 سي 3 سي 2 ان سي 1 ار ايكوال اللي هو عمليه البروباجيشن دري نفس البروباجيشن دري بنستخدم لهم ايش الميكانيزم هذا اللي هو زي ما شايفين هي عندنا وهي السي هان على الاور وهي البروباجيشن 0 موصوله هنا بروباجيشن 1 بروباجيشن 2 بروباجيشن 3 فهذه يسموها 4 بت ادر وذ كاري لوك اهيد اللي هي عشان سرعنا عمليه الديلي في الموضوع هذا تمام. يعني نلاقي انه في عملنا اليه جديده اللي هي 4 بت كاري لوك اهيد ادر بروباجيشن ديلي بالطريقه هذه. المهم 4 بت بلس 4 بتس اللي هي جمعنا 4 بتات مع 4 بتات هنلاقي عندنا الاوبرانز والريزلت بتساوي من 0 الى 9. ها طبعا ال الفور بت كاري لوك اهيد هذا التنتين اللي هو بناء على هذا الموضوع اللي هو بكذا كذا عوضنا هنا اللي هو من عندي جي 2 يعني شايفين كيف هم نفس المداخيل اللي هنا هنلاقيهم هم 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 دخلناهم اللهم انه هنا صرنا سوري الان دخلنا الان والاول اكس اور وهان اكس اور عيدنا التصميم صار عندنا الاكس اور برا كذا عشان وهذا الكاري لوك هيد جنريتر صار عشان نسرع عمليه ايش عمليه النقل للبيانات طبعا بعد كان بس باب المعرفه في الامر اللي طلع بالشيء بس هيك التبسيط كان اللوك ديجرام اللي هو اللوك هيد ادر كيف بصير بالطريقه هذه عشان نسرع عمليه ايش البروباجيشن للكاري وتصير العمليه اسرع تمام. قلنا عشان نعمل ايش فاستر جيتس او لوك هيد كاري مور كومبلكس بس ايش لكنه اسرع لكن نفس البوابات تمام. فهي الفكره العامه وهذه عمليه اختصار القصه عن طريق بلوك دياجرام تمام نفس العمليه بتتم فيها. المهم نيجي الان على موضوع ثاني هو اخر موضوع في المحاضره اليوم اللي هو البي سي دي ادر. البي سي دي كوز عارفين قلنا طبعا هو 4 بتس تمام. كيف نجمع الاربع بتس؟ هم عندنا 4 زائد 4 وعارفين البي سي دي بعد لوين؟ لتسعة 0 لعند 9 مظبوط. فبالتالي عندنا سم 1 سم 1 سم 0 سم 1 سم 2 سم 3 وعندنا الكاري 100% اوكي.
الاوبرنس اند ريزلتس عندنا ايش المعاملات الجمع زائد ايه والنتائج. عندنا النتائج من اس 0 لعند ايش اس 3 لانه اربع بتات عندنا اربع بتات مزبوط. وعندنا الكاري بيساوي صفر والصم بيجي هنا وعندنا هان ايش الاكس زائد واي اللي هو في العشري هذا صفر زائد صفر من العشري. نجمع صفر زائد واحد في العشري بيطلع الجواب عندنا اصفار. وعندنا في الواي هان الواحد صفر زائد واحد بيطلع الناتج طبعا في العشري واحد وبالناتج في الايش في البي سي دي بيطلع 1 0 0 0 1 تمام. لو كملنا نفس الموضوع هيطلع لنا الجواب 10 2 والجواب عندنا 2 بالثنائي لعند التسعة. هاي الجواب لعند التسعة تمام من 0 إذا عدينا هيطلع الجواب عندنا 1 0 0 1 اللي هو الجواب. وفش عندنا كاري والجواب 9 والعملية الرياضية بالعشرة 0 زائد 9 تمام. لقيت بعد التسعة بيطلع لنا شو كله بالطريقة هذه. لكن هل هذا طبعا الكاري عندنا 0 لكن ايش بيطلع عندنا 1 2 و3 عند التسعة تمام. لكن احنا عارفين انه 1 زائد 9 1 زائد 8 سوري 1 زائد 0 و1 زائد 1 في النتيجة الثانية بيطلع 9 اللي هو سوري اسف هذه طبعا كله هذا عكست الموضوع. صرنا نجمعها من 1 لعند 9 لعند 8 هنا في الحالة هذه تمام. 1 زائد 8 اوكي. بعد ما كنا نجمع من 0 0 0 صرنا عندنا 1 1 1 لعند ايش لعند 8 بيطلع الجواب عندنا هان ايش 1 2 3 عند 9 تمام. طب بجينا لعند ايش التسعة صار الجواب عندنا شو هو بعدين لما صرنا في الخانة الأولى هان في الخانة الأولى هان وحدات مش أصفار تمام. يعني هذا نجمع مع 1 1 شايفين كان كله هان صار وحدات أوكي مش أصفار زي أول مرحلة. صار عندنا يطلع عندنا بعد التسعة اللي هو بيساوي الأي في الهكس ديسيمال الأي اللي هو العشرة. طب هذا في الأي في ايش قلنا في البي سي دي كود غير معرف انفاليد ايش كود انفاليد كود في الهكس ديسيمال وبالتالي غير معرف. طيب البعدي اللي هو بيطلع عندنا ايش 2 زائد 0 بس نجمع هاي 2 مش 1 ولا 0 2 زائد 0 بيطلع الجواب 2 وهكذا لعندي 9 زائد 9 تمام. لعند ما نقول 2 و3 و4 يعني تفترض انها كمان جرب هذا نجمع 0 زائد كذا 1 زائد كذا 2 زائد كذا 3 زائد كذا كل الارقام زائد 2 زائد 3 2 زائد 0 2 زائد 1 2 زائد كذا عند 2 زائد 9 تمام. عند 2 زائد طبعا 7 بصير 9 مضبوط 2 زائد 8 بيطلع 10 بيطلع ايش هيك ديسيمال 10 اي غير مقبول. لعند مثلا عندي بدل 0 ونجمع مع الصفر مع الواحد مع الاثنين مع الثلاثة مع الأربعة مع الثمانية زائد 9 بيطلع الجواب 9 زائد 9 لحد ما نجمع 9 زائد ايش 0 بينفع 9 زائد 1 بصير ايش اي وبالتالي مضبوط ايش 9 زائد 9 هان هذا الجواب عندنا في الهيك ديسيمال بيساوي قديش 12 لأنه بعد الايش بعد ال 16 اللي هو الاف في الهيك ديسيمال بصير عد كم مره 11 ايش 11 12 تمام. وهذا برضه رونج فاليد رونج فاليو في البي سي دي كود غير معرف تمام. لو في عندنا هصر ايش كمان باليد تمام يعني حطينا 16 احنا في الاكس ديسيمال حطينا الاف صار عندنا باليد واحد وهذا بسموه رونج باش بي سي دي فاليو تمام. طب كيف نعمل مع البي سي دي هذا في الحاله هذه؟ القصه هذه هي اكس زائد واي 9 زائد 0 وتسعة زائد واحد كذا كذا هنلاقي عنا ايش عنا كل هاي الاكواد غير ايش معرفة ما بعد تسعة زائد صفر غير ممكن اتعرف عليها. طب ايش بنعمل؟ قلنا الحل القديم قلنا اللي هي زائد تسعة تمام. فبنجمع دائما زائد عفوا زائد ست سوري بنجمع دائما زائد ست عشان نصلح ايش فبنلاقي عنا 18 مجموعة مع الستة بيطلع الجواب 24 وهنا 17 بيطلع مع ايش مع فالناتج هذا نجمعه مع ايش مع ليش مع 6 بيطلع عشان يطلع الجواب بشكل صحيح. فريكوايرد بي سي دي اوت بوت الناتج الاصل يكون قديش في البي سي دي اوت بوت يكون على ايش على الطريق هذه تمام. فعندنا مثلا الاوت بوت عندنا 1 0 0 1 9 9 معرفه مضبوط جمعناها مع ايش هاي اصفار طلع الجواب 9 معرفه 100% فيش مشكله. ال10 بتساوي ايش هان اللي هي ايش 0 1 0 1 تمام. فبالتالي الجواب تبعها هي ريكوير لما نجمع هذه الريكوير اوت بوت بيكون عندنا ايش اللي هو بالطريقه هذه تمام اللي هو ايش 0 0 0 في اول خانه وفي الايش في الخانه الثانيه اللي فيها 10 بيطلع فيها 1 تمام. هيك المفروض يكون الجواب هذا ريكوير سموه. ولما يكون الجواب عندنا 11 هيك ديسيمال بيكون عندنا هان 1 وعندنا هان 1 مضبوط و12 بيكون لنا 2 وعندنا في العشرات 1 3 في العشرات 1 4 في العشرات 1 5 في العشرات 1 6 في العشرات 1 7 وفي العشرات 1 تمام
وهذا بعدين ايش 8 وفي العشرات 1، هذا مش مزبوط لانه في الهكساديسيمال ايش عندنا 17. تمام، فهان قال لك ايش انه هذه الارقام اللي هي ايش فيها ايش فوق ال 16، تمام اللي فوق الاف عفوا، تمام اوكي، لان هنعدها 15 لانه الاي بي سي دي اي اف لعن 15 و 16 17 18 13 محسوبه، في عندنا هسه اخذنا باليد. تمام، فكيف نلاقي الحل تبعها؟ قال لك الحل انه نجمع عمليه ايش تصحيح باستخدام السته عشان تضلها في ايش في البي سي دي كود. تمام، فبصير عندنا نجمع مع ايش مع السته، فلاقي 10 زائد 6 16، 11 6 17 وهكذا، وهكذا بيساوي 18. تمام، 19 مجموعه 6. تمام اوكي، هيك الريكوايرد اوتبوت تبع القصه هذه بتصير في الحاله هذه. طيب الكوركت باينري ادرس اوتبوت زائد 6 كيف نعملها؟ اف ذا ريزلت از بتوين اي اند اف في الهكساديسيمال هنعمل ايش؟ اف كاري بيساوي 1، الحاله الثانيه هنعمل ايرور فانكشن تصحيح. ايرور فانكشن ده لانه في عندنا ايرور، يعني في عندنا خطا في الجمع، فبالتالي بنصلحه. متى بيكون عندنا ايرور؟ في الخانات اللي تحت هذه، زي ما تو حسبناها فوق انه بيطلع عندنا في الحاله هذه ايرور. فبنعمل ايرور هذه عشان نصحح ايش الناتج، تمام؟ هاي الداله المطلوب نعملها ايرور، فبناخذها بنلاقي الايرور جاي عندنا في الحالات انه هنا فوق ايش؟ فوق التسعه اللي هي عند العشره 11 12 13 14 و15 لعند الاف في الهكساديسيمال، وبنطلع نفرغها في التيبل وبنبسطها، بقول ايرور فانكشن بيساوي ايش؟ اس 3 اس 2 زائد اس 3 اس 1، صححنا الفانكشن بالطريقة انه احنا ايش استخراج الايرور ايش فانكشن. تمام، حكيت كيف نطبقها هذه القصة. في عندنا جمع مضبوط في الباينري والبي سي دي كود، تمام، بي سي دي ادر عفوا، فعندنا الجمع، جمعنا 4 بت مع 4 بت في البي سي دي، تمام، بيطلع الناتج. اذا الناتج عندنا، الناتج عندنا كله سليم، بنزل كله عدل على ايش على الباينري ادر الثاني. تمام اوكي، متى بيطلع عندنا ايرور فانكشن؟ زي ما شايفين اذا في عندنا كاري، إذا في عندنا كاري باليد بيطلع عندنا أول إيش؟ أول هاي أول حالة، الحالة الثانية إنه يطلع عندنا الإس 2 والإس 3 إيش؟ الاثنين فيهم واحد، بيطلع الجواب عندنا برضو إيش؟ برضو في مشكلة، أو يطلع عندنا الإس إيش؟ الإس 2 والإس 3 عفوا سوري، بيطلع عندنا الإس 3 والإس 1 هان هم برضو ايش؟ اثنين فيهم واحدات، فالحاله هي الحاله ايش؟ الثالثه. الحاله الثانيه اس 2 مع الاس 3، والحاله الثالثه اللي هو يطلع عنها ايرور فانكشن. لو رجعنا على الفانكشن فوق حنلاقي ها اس 2 اند اس 3 والاس 3 اند اس 1 حيطلع عنا ها ايش فانكشن، فهان بيطلع عنا اس 2 اس 3 كذا، هذا ايرور فانكشن، وهذا ايرور فانكشن لما يحصل عنا في الحاله هذه. اذا عندنا في الحاله هذه بناخذ الناتج وبايش؟ وبكون الناتج بدون الكاري، فبناخذ الكاري كايش؟ كايش؟ هو السي واي، تمام؟ بكون عندنا الكاري فانكشن، نفس الموضوع لو كان عندنا اكثر من عمليه جمع ورا بعض، بنجمع كم مره الناتج مع المدخل تبع البي 0 وبي 1 كذا كذا، وبيطلع لنا الجواب عندنا مع ايش؟ مع ال 0 0 وحنلاقي عندنا الاي 1 والاي 2 تطبيقها بالطريقه هذا على الكاري، تمام؟ فالايرور فانكشن هذه بتبين عندنا في ايش؟ في ان في عندنا حاله خطا في الجمع، انه اصبح الناتج كود هذا مش ضمن البي سي دي كودز المعرفات اللي هم بعد التسعه، يعني من عمليه 10 الى 15 اللي اسمها اي تو اي تو اف، فبالتالي بنطلعهم كفانكشن خاص فيهم. اف كاري بتساوي 1 بكون ايش؟ بكون في عندنا مش في عندنا خطا، فبنطلع ايش؟ نعمل عشان نعمل كوركشن، بنطلع عندنا في عندنا هان كاري، وبنشوف متى في عندنا كاري، بكون هذا بدل على انه في عندنا ايش؟ ايرور في عمليه الجمع. طبعا استخرجناه زي ما احنا فهمنا كيف ديزاين للباينري سيركت، عملنا له ديزاين كيف قبل شويه في بدايه المحاضره، اعطيت تروث تيبل عن طريق التروث تيبل اشتقينا الفانكشن الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 0 وطلعنا منها الداله بعد التبسيط، طلع الايش الايرور فانكشن بيساوي اس 2 اس 3 اس 2 زائد اس 3 اس 1، وعبرنا عنها في الداله هذه بالاور اللي هي ايش؟ اللي هي سوري اللي هي ايش؟ عبرنا عنها بالاور اللي هي اما ان يكون في عندنا كاري جاي من اول زي هالكاري واي مثلا، مثلا في كاري جاي من اساسا،
او يكون عندنا في الحالة الاس 2 اس 3 والاس 2 او ايش زي ما قال هنا الاس 3 اند اس 1 اس 3 اند ايش اس 1 تمام. في الحالة هذه كمان الايرور فانكشن جاي من البي سي دي ادر تمام. هيك بكون عندنا اكملنا موضوع البي سي دي ادر بعد ما حكينا عن الباينري ادر وخلصناه، بعد ما حكينا عن الكونفشنال سيركتس وكيف اشتقاقها وفهمناها، كيف نصمم الدائره باستخدام تروث تيبل او باستخدام الفانكشن، وكيف نحلل الدائره لو عندنا دائره نقول طلع لنا منها تروث تيبل وبسط لنا اياها، بعدين بتعمل دائره ابسط منها. هاي الامور الاساسا التبسيط الدائره، بعد ما نحللها الدائره نفسها طلع منها التروث تيبل منها وهي موجوده الدائره عندنا اصلا، نطلع منها تروث تيبل او طلع البولين فانكشن تبعها ثم نبسطها ونرسم الدائره الابسط، او العكس يكون عندنا تروث تيبل ولا اشتق لنا منها التيل شو اسمه اشتق لنا منها التروث البولين فانكشن تبعها وبعدين نرسم الدائره وما بينهما هو ماده يعني عمليا تعتبر شيء اساسي من الوحده هذه مبني على ما تعلمناه سابقا، هو المطلوب تفهمه مضبوط 100% في هذا الشابتر عشان ان شاء الله في الامتحان النهائي. هذا امر يعني ضروري جدا يكون مفهوم لكم جميعا. بالنسبة لي انتهت المحاضرة اليوم، بارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكون الأمور مش معقدة كتير. في الآخر ما تدقوش كتير تفهموا كل شيء بالتفصيل في موضوع البي سي دي وكذا كذا، الموضوع تفهموا بس إنه كيف إحنا استقينا الدالة من التيبل وكيف حللنا وكيف ضبط يعني بناء على معطيات عندنا requirements إنه إحنا إنه مطلوب ما فيش عندنا باليد أو كاري في البي سي دي ولا حط عندنا خطأ في الكود، وبالتالي تلافينا باستنتاج الايرور فانكشن هذا باستخدام الجبر البوليني وعبرنا عنه بدائرة ايش الاند والاور عشان نعرف انه متى في عندنا خطا في الجمع ونعمل عملية البكاري باليد وايش ونفذ عملية الجمع في البي سي دي كود او البي سي دي نمبرز يعني بشكل ايش صحيح. اتمنى لكم السلامة جميعا وبارك الله فيكم ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.